مرحبا، اسمي مريم محمد، عمري 17 سنة، طالبة خمسة إعدادي. بلشت أخذ دورات بيانو من الصفر. طبعاً بالبداية كنت أواجه يعني صعوبة، ما كنت متخيلة إني راح أكمل يعني وأوصل لهالمستوى. بعدين قدرت أعزف مقطوعة من أول شهر، وبدأ مستواي يعني يتطور بشكل ملحوظ. طبعاً استمريت أخذ دورات لمدة 3 أشهر بالمركز، بعدين سافرت إلى تركيا بس استمرت اخذ دورات اونلاين مع مدرس الفيانو استاذ فادي. اشكر كادر المركز الذكي للسلام واستاذ فادي مدرس الفيانو لانه ساعدوني على تحقيق حلمي. انصح كل شخص حاب يعزف على اله البيانو انه يبدي ياخذ دورات ويبدي بهذا التحدي ويحقق حلمه.